صباح الخير مشاهدينا الأعزاء، وياكم دكتورة ديانا سعيد، طبيبة أسنان وسيرتيفيكيت بالتجميل اللاجراحي من مركز وعيادات ديان تخصصية طب الأسنان والتجميل. موضوعنا اليوم هو عن الفيلر، شو وقت نسوي فيلر وليش نسوي فيلر. طبعا هو الفيلر هو مادة غنية بالهايلورونيك أسيد، نحقنها بالمناطق اللي نريد نزيد امتلاءها، راح تبين أكثر نضارة وأكثر توريد وأكثر امتلاء. أكثر المناطق اللي نعطيها إحنا الفيلر هي الشفايف أو الخدود أو منطقة الحنك، اللي راح تكون تبين أكثر توريد وأكثر نضارة. راح تكون مراجعتنا اليوم هنا ويانا، راح نحقنها في دار شفة، خليكم ويانا. طبعا مشاهدينا الأعزاء، المراجعة اللي عندنا طبعا عندها عدم تناسق بين الشفة العليا والشفة السفلى. إذا تلاحظون الشفة العليا أرفع كثير من الشفة السفلى، راح نحقنها ونساويها بدون أوفرة، مجرد ننطيها امتلاء ونساوي الشفة العليا والشفة السفلى. حاليا كملنا عملية الحقن، أهم فقرة بعد الحقن هي المساج، ودائما نوصل مراجعات بأنه يلتزمون بالمساج، لأنه الفيلر من محب المساج، شو ما نريد إحنا الفيلر يصير نرسمه بالمساج. فأهم فقرة بعد ما نكمل عملية الحقن هي نسوي مساج للفيلر. حاليا كملنا عملية الحقن وسوينا الشفة العليا ويا الشفة السفلى وبشكل متناسق وجميل. كانت وياكم دكتورة ديانا سعيد من مركز عيادات ديان تخصصية طب الأسنان والتجميل. انتظرونا نلتقيكم برامج أخرى إن شاء الله.